وفيروس كورونا لم يمنع العيادات من تقديم خدماتها الطبية للمصابين بالأمراض المزمنة، على غرار مرضى القصور الكلوي الذين يتابعون جلساتهم العلاجية بصفة منتظمة، تقول هاجر معتوقي. في ظل جائحة كورونا تتواصل سيرورة الجلسات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي بمختلف مراكز تصفية الدم. الطاقم الطبي والشبه طبي يواصل عمله بصورة عادية للتكفل بالمريض مع اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والتنظيمية التي لاقت استحسانا لدى مرضى القصور الكلوي بالعيادة. لأنه خايفين من هذا المرض يحكمنا احنا باسكو صحاب دياليز، عندنا المناعة تاعنا ناقصة. طول الموال هنا راهي الحمد لله في لاكلينيك هادي رانا لاباس الحمد لله، النقال لي زانفيرمي لي ميدسان الحمد لله. العيادة الحمد لله غير نجيو يعطونا لي بافات نعقمونا يدينا. قمنا بتعقيم العيادة بأكملها، في كل دخول تاع مريض للعيادة نقوم بتعقيم يديه بصفة اوبليغاتوار، ونقوم بأخذ حرارة المريض عند الدخول لمعرفة هل هو مريض أم لا. سينا تاني نقصوا في العمال اللي ما عندهمش تاع الإدارة يتو، باش هكذا نبعدوا المريض على الزحمة يتو، وما ننساش المريض تاني قمنا كي يدخل يتو وسعنا له الظروف. باي اكزومبل في قاعة الاستقبال يقعد المريض بعيد على المريض الآخر. هذه العيادة وغيرها من العيادات أعادت ضبط وتغيير حصص الغسيل أو توقيت حصص الغسيل كإجراء احترازي للوقوف أمام عدوى الفيروس.